بعثت برسالة وضمنت جمع من القضايا تقول في إحداها: أنا امرأة تبلغ من العمر الآن 50 عاما، وكنا في الماضي عندما نطهر من الحيض نصلي الصلاة المفروضة في وقت الطهر ولا نقضي الصلاة التي قبلها. فمثلا إذا طهرت المرأة وقت العصر تصلي العصر ولا تقضي الظهر، وقد سمعنا خلاف ذلك، فما العمل فيما مضى من الصلوات، علما بأننا لا نعلم عدد الصلوات التي فاتتنا؟ قد نص أهل العلم رحمهم الله على أن المرأة إذا طهرت في صلاة في وقت صلاة العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في صلاة إذا طهرت في وقت صلاة العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت الصلاتين يصير وقتا واحدا عند الضرورة كما في حالة السفر وحالة المرض، وهذا نوع من الأعذار، يجب عليها صلاة أداء الصلاتين اللتين في هذا الوقت، وما فات عليها أن تجتهد في تحديده وبيان عدده وتقضي في الاجتهاد وتحتاط لذلك، والله يعينهم. اللهم صل على محمد.